والآن إلى فقرة مشاهير مع زميلي جوجو. مساء الخير. مساء الخير داليا. شوفي عنا أخبار فنية هيك شوي نعنش القلب. هلا هو في خبر هيك شوي محزن، بس البقية إن شاء الله أخبار حلوة بتكون. خير إن شاء الله. إيه. لا منشوف ونسوى. يلا منتابع. توفى المخرج السوري هشام شربجي عن عمر 75 سنة بعد صراع مع المرض. وكان المخرج يزن هشام شربجي أعلن على فيسبوك عن رحيل والده اليوم، نشر صورة له مع عبارة شكرا على كل شيء، الرحمة لروحك. هشام كان علامة فارقة بالدراما السورية، بداية من سلسلة مرايا لعائلة خمس نجوم وغيرها من المسلسلات. هو عمل سوري، مخرج سوري، أنا سوري، ابن سوري، ننسى الأمة العربية واحدة، لا سوري أنا. عم يستمر مروان خوري بحصد نجاحاته بكل حفلاته بأمريكا اللي غنى فيها أجمل أغاني الرومانسية والعاطفية، وبعد بانتظاره ثلاث حفلات بيلتقي فيها مع الجالية العربية بهيوستن، شيكاغو ولوس أنجلوس. وبالوقت نفسه نانسي عجم عندها عتب على مروان خوري، وبمقابلة إلها بتقول بعدني ناطرة، وأنا أكيد بعد هالنطرة في عمل حلو. بعدني ناطرة مروان خوري، كان عم بيقول لي كل الوقت انه ما عم تطلع معه الغنيه اللي بده يسمعني اياها. بركي تكون هي هيك الغنيه بتاخذ وقت معه لتطلع، بس تطلع بيطلع شيء كثير حلو، فبعدني ناطره هيدا الشيء اللي كثير حلو. أصدرت المغنية العالمية شاكيرا أغنية جديدة بالساعات الماضية شاركوها فيها ولأول مرة أولادها الاثنين، وبكلمات معبرة غنت شاكيرا لساشا وميلان، وعلقت على الفيديو كليب وقالت: بهيدي السنة وبسبب الظروف العائلية اللي مرينا فيها اكتشفت موهبة ميلان بكتب الأغاني. الشاشة الذهبية بعد إبعاده فترة عن استوديوهات هوليوود بعد سلسلة من المشاكل القضائية. بيرجع جوني ديب بشخصية الملك لويس الخامس عشر، وهو دور البطولة بفيلم الافتتاح جان دو ماري. serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi? À la bagatelle. À d'autres maîtresses. Tu es en train de découvrir le côté sombre du roi. ومع هذا الخبر نوصل لختام فقرتنا لليوم. عودة لك داليا. مع أن كان فيها مزبوط خبر حزين اللي هو وفاة المخرج هشام شربجي، بس صحيح. بالنتيجة هاي الحياة نهاية صحيح. وبداية، إلا نحن رايحين على نهاية مش هيك، لا بداية. شكرا لك جو.